الشبابية هي الحركة الشبابية الأولى في العالم. والغريب أن مجتمعاتنا لا زالت بعيدة عن هذا المفهوم للأسف الشديد، رغم أن الحركة الكشفية في العالم العربي انطلقت من هنا. فجمعية الكشاف المسلم هي أم الجمعيات اللبنانية والعربية والإقليمية، وهدفي من إدخال موضوع الكشفية في كتابي هو لتوضيح فكرة ومفهوم الكشاف وما يقوم به الكشفيون في لقاءاتهم واجتماعاتهم. وليس في الكشفية بين قوسين زغر للعقل أو مكان للعب الأولاد، كلا، بل هي لتربية الأفراد وصقل سلوكياتهم وتطوير مهاراتهم وزيادة معرفتهم. إن الكشفية مكان صنع الطالب، وهل الصحابة الكرام إلا كشافون كانوا يعملون تحت راية الكشاف الأول والقائد الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ نأتي إلى الفصل الرابع الذي أتكلم فيه عن خواطر دينية جمعتها تحت عنوان اهدنا الصراط المستقيم. كلما ابتعدنا عن طريق الخير والحق، كلما خف إيماننا وهشت حسيبتنا، كلما توقيع كتاب رسالة الخواطر للكاتب إبراهيم الجاروش، كلما شعرنا أنه لا مجال لنا، وكلما أحاط اليأس بنا، اهدنا اللهم صراطك المستقيم. أما القصة الخامس فتحت عنوان نحو مفهوم آخر. كل الخواطر فيه هي آراء أتكلم فيها عن مجتمعنا الذي نحن فيه أو عن العالم أجمل. ربما هذه الخواطر ليست الحقيقة، ولكنها تعبر عن رأي كاتبنا. والفصل السادس والأخير تحت عنوان ما وراء الكواليس. أنتم تعلمون عند الذهاب لمشاهدة مسرحية ما، فنحن نشاهد ساعة من التمثيل أو أكثر، ولكن ماذا يحدث وراء الكواليس؟ وكم تمرنوا على تلك المسرحية لساعات وربما أيام وشهور لتقديم ساعة من الزمان لنا؟ وكم جرى من أحداث صعبة، كم دمعة سُرقت، كم بسمة رسمت على وجوههم، وكم تعالت أصوات ضحكات الممثلين في التمارين. كم هي جميلة من هذه الأوقات بالنسبة إليه، وكم هي نعمة بعد فترة من الزمن. وكما يقولون لا يشعر بالنعمة إلا من يفقدها. وكم من أشخاص هم نعمة في حياتنا ورحمة أرسلت لنا من الله، مهما اختلفت أيامنا وفي أي طريق سلكنا تبقى أدعيتهم ترافقنا.